في احنا دخلنا النار ولا ايه؟ مين اللي دفع المروق؟ يعني النيل في النار ده مش هنخلص من حمايل ابويا يا جدعان، بنتحاسب هنا. لا لا الله بقى في ايه؟ انت طفل الورشه في ايه يا بابا؟ حضرتك مش هتبطل حركاتك دي بقى ولا ايه؟ بابا كنا هشغل الكهرباء بس، هشغل المروحه بس، والله ما هتطلع فاتوره الكهرباء الشهر ده كله. يا عم انا اللي هديك فلوس بس، ابوس ايدك النور ده يجي، ده من الصبح عرفني ومكفرني معاك، كل شويه عمال يجي ويقطع، عمال يجي ويقطع الخناق. ايه؟ يعني مش حضرتك؟ لا ده انا واقف بسيح مكانك، انا مش هستحمل حضرتك كده، بعد اذنك انا هخش اغير ونازل. بابا بس عايز حضرتك هينزل بقى عشان لو وصلت اكتر من كده هسيب. الحمد لله، النور جه. خش جوه كلب بحر مفيش نزول. ما انا مش عارف بقى افرح ان النور جه ولا ازعل ان انا بعد ما لبست اخش اغير تاني. بلا نزول بلا بتاع، هي ناقصه. اخيرا هوا. ايوه بقى، اعملي اللي عليكي بقى. يا ربي، وبعدين بقى في الحر ده اتخنقت بموت. يا رب يا رب. طب وبعدين في الموبايل اللي ما بيلحقش ياخد نفسه على الشاحن ده، يعني الموبايل فضل اتخنقت بصراحه من النور ده هموت. يا لهوي والله العظيم يا كلاب البحر انتوا الاثنين، انا اللي هيكلمني في غدا واكل النهارده والله لا علقوا. الحمد لله النور جه اخيرا. يا دوبك يا دوبك هم عملوا لكم حاجه تفتحوها قبل ما النور يطلع تاني، يا اما والله لو قطع عملنا لكم حاجه. الحمد لله، ده يا دوبك الواحد هحط الموبايل على الشاحن قبل ما يطلع تاني. ولا استنى يلا وانا كمان. ايه ده؟ سيب يا بت. ولا سيب يا انا اللي مسكته الاول، انا اللي بقيت ساعه بقول الموبايل فاضل وعايز اشحنه، سيبي بدل ما اقطعه. بقول لك سيب هقطعه والله. يعني انا بقول لك سيبي يا ماما خليه سيب يا زفت سيب. يا رب على شغل العيال الصغيره. عاجبك كده؟ خليه لك بقى. يا مستفز يا ابني. طب والله العظيم انا عامله ضغط، ان شاء الله تموتوا. يا زفت انت ما تقدر وشتني، مش كفايه الحر اللي احنا فيه ده؟ ده انا مسددت الكهرباء ديك شويه وقلت اكمل شغل. هموت يا بابا، انا مش فاهم، انا كل خمس دقايق حد من العيله يخش يستحمى في ايه؟ انا الحمام ده ما بيدوش ابدا. نعمل لك ايه يعني يا كلب البحر انت؟ ما ديك شايف الحر والقرف اللي احنا فيه، كل شويه تلزيق وعرق وحاجه تقرف، محتاج الواحد يخش ياخد دش. مش زيك انت يا ملزق يا معفن. انا معفن ماشي. طب انا ما قلتش حاجه ماشي، بس بالعقل مش كده. ده كل شويه واحد بيخش يقعد يستحمى في ساعه مستمتع بالميه جوه وانا قاعد بموت هنا. ما اخوك اتنقل خرب، اتنقل خش انت ما تصدعنيش، عايز اكمل شغل. اخيرا دي منين؟ انجز يا زفت انت هتخش. انا لحقت. هتخلص ولا اخش عليك؟ يا رب. حاضر. حبيب ماما اكيد مش انا. حضرتك انا الدخله دي مش عارفها، ده انا حافظها. اي طلب حضرتك هتطلبيه مني دلوقتي في الجو الحر اللي انا مش فاهمه ده مش هعمله. عايزه بقى اي حاجه امي روح اطلبيها من حبيب ماما اللي بجد، اخلع العنقود اللي مطلع عينا اللي احنا مش فاهمين اصلا هو عايش معانا ليه ده. والله لو كان يعرف ينزل لوحده لو كنت قلت له. نعم لا اكيد حضرتك بتهزري، ده لو اي طلب في البيت اصلا عادي مش هعمله اكيد بسبب الحر ده. كمان عايز انزل ده مستحيل 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 من سبع المستحيلات مش نازل. ده انا كنت عايز اعمل لكم غدا يا كلب البحر انت. كنت عايز حاجتين من تحت بس، كيس مكرونه وعلب الصلصه بس. والنبي لو كيس كاتشب مش هنزل يعني مش هنزل. هو انت فاكرني يا رحمه جاي اتحايل عليك؟ انت دايما كده تخليني استعمل اساليب اللي انا ما بحبش استعملها. يا نهار اسود ايه الجو ده يا جدعان؟ دي ايه؟ هي مصر دخلت جهنم؟ انا كده هتشوي ولو ما جبتش العجه هتشوي فوق برضه. استنى الشعب اللي 5 minutes later. يا لهوي على الحاره اللي في الشقه. عامل الجو تحت عامل ازاي؟ يا نهار اسود نسيت اقول للواد يجيب مخلل. يا رب الحق يا رب الحق كلب البحر ده راح. يا لهوي الواد نايم في الشارع كده ليه؟ ما يكونش ساح او النبي الواد ساح. يا والنبي ده انا كمان هسيح. طب انا هخش جوه بقى. بص بقى يا حبيبي على بالليل كده هتنشف، يبقى جمع نفسك واطلع. انشف واجمع نفسي؟ يا ماما انت بكرمت ومجاني الحقيقي.